اهلا بكم من جديد في موعد مع الرئيس. بيسعدني ان نرحب الليله بالساده الضيوف الافاضل، كلهم قامات على ساحه السياسه الخارجيه المصريه، مثلوا الدبلوماسيه المصريه العريقه تمثيلا مشرفا للغايه. ارحب اولا بالسفير عبد الرؤوف الريدي، سفير مصر الاسبق في الولايات المتحده الامريكيه، عضو المجلس المصري لشؤون الخارجيه. اهلا وسهلا سعادتك. اهلا وسهلا سعادتك. والسفير عزت سعد، سفير مصر الاسبق في روسيا الاتحاديه. اهلا وسهلا. والدكتور محمد ابو العينين، محمود ابو العينين، استاذ العلوم السياسيه والعميد السابق لمعهد البحوث. اهلا وسهلا. انا دكتور. وعن يساري سعاده السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجيه السابق، رئيس وحده المشاركه الاوروبيه. اهلا بسيادتك. وسعاده السفير رؤوف سعد، سفير مصر الاسبق في موسكو وبروكسل. رؤوف سعد وعزه سعد اخوات بس ما اخوات لا ده بجد عشان الناس ما يلتبسش. لا 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 هم الاثنين كانوا في موسكو. تمام تمام. طيب منورين. وطبعا يعني انا ما اعرفش، كنت بقول في المقدمه انه السياسه الخارجيه اللي بتسوق في النهايه عناصر القوه وبتفرض شكل العلاقه ما بين مصر والدول الاخرى، ولكنها ليست الشيء الوحيد. في عناصر اخرى، اقتصادها، قوتها، نفوذها، السلطة، المال، قدرتها التجارية، العلمية، التقدم التكنولوجي، القوة الناعمة، أشياء كثيرة. لأن الناس دايما فاهمة أنه الخارجية هي اللي بتسوق كل العلاقة مع برة، من غير ما يكون في كل العناصر دي اللي هي بتكون العنصر الحاكم في تحديد العلاقة مع الآخر. فلو اتكلمنا عن الدبلوماسية المصرية، تغيرت إزاي في الفترة الأخيرة، من على الأقل الفترة بتاعة 30 سنة اللي كانوا من 1981 لحد يمكن 2011. نبدأ بسعادة السفير عبد الرؤوف الريدي، تفضل. هي الفترة يعني زي ما حضرتك قلت، بالنسبة للسياسة الخارجية عنصر حاكم في المسيرة المصرية بصفة عامة. إذا كنا نتكلم على 30 سنة اللي فاتت، فالسياسة الخارجية كان لها دور، ولكن كان يجب أن يكون هذا الدور أقوى، وكان يجب أن يكون هذا الدور أكثر فعالية. وطبعا المثال على كده مثلا موضوع بتاع أفريقيا وتجاهل الدور الأفريقي، مما كان عاملا من العوامل التي أدت إلى المشكلة بتاعت سد النهضة النهاردة. بصفة عامة تاريخ مصر كله بيؤكد أن السياسة الخارجية هي عنصر حاكم في المسيرة كلها، نجاحا وإخفاقا، بدءا من محمد علي. وكان كان نجاح محمد علي كان مرتبط بالسياسة الخارجية، وازاي علم الاولاد، وازاي دخل وجاب الجيش المصري وراح السودان والى اخره، وبعده اسماعيل. واخفاق محمد علي كان في معركة نفرين البحرية سياسة خارجية. اسماعيل كان نجاحه ايضا في السياسة الخارجية وقناة السويس، واخفاقه كان في الديون والاستدانة والحروب اللي عملها في القرض الافريقي واثيوبيا الى اخره. النظام الملكي كان بدء رغم فترة النهضة، انما كان انهياره في حرب فلسطين، لما دخل حرب فلسطين بدون استعداد عبد الناصر. قوة عبد الناصر وازدهار فترة عبد الناصر كانت جاية من السياسة الخارجية، القومية العربية وموقفه في حلف بغداد الى اخره، وقدرته على الموازنة بين القوى المختلفة، وحركة عدم الانحياز وحركة تحرير افريقيا الى اخره. ايضا السادات قدر من خلال السياسة الخارجية يحرر مصر وحرب 73. اللي حصل بقى الحقيقة، السياسة الخارجية في 10 سنين الاولانيين في فترة مبارك كان فيها نشاط. كان توازن، وكان دور كويس مع امريكا، وقدرنا نلغي الديون اللي كانت علينا كلها، ونعمل برنامج اصلاح اقتصادي. وكان من اهم عناصره مثلا الغاء الدعم، دعم الطاقه ده كان مشكله كبيره جدا. الغي دعم الطاقه والناس رحبت في مصر بهذا، لانه كان معناه تحسن الاقتصاد، والناس كانت عايزه ان الاقتصاد، وتحسن بالفعل الاقتصاد. ولكن في الفتره الاخيره من حكم مبارك للاسف الشديد حصل تراخي
في السياسة الخارجية والدنيا كلها بقت مختلفة، وأثر ذلك على المسيرة الاقتصادية والوضع الاقتصادي تدهور. واللي حصل بقى في الطاقة بالذات، في حصل يعني طفرة الأسعار العظيمة دي. لا مش بس طفرة الأسعار، يعني أنا مش عايز أقول كلمة نهبط، إنما يعني مصادر مصر من الطاقة، من الغاز ومن البترول، راح هدرا وراح بأسعار متدنية لإسرائيل. بدل ما كان مفروض انك انت بتحافظ على هذه الطاقة وبتختزنها وبتعمل فيها الادد فاليو، اللي هو ادد فاليو يعني القيمة المضافة، القيمة المضافة، ودي بقى حاجة كويسة جدا. النهاردة انت جه الوقت بعد كنت بتصدر لإسرائيل الغاز بسعر اقل من سعره الحقيقي بكتير، النهاردة هتستورد غاز من اسرائيل. فحصل في الواقع السياسة الخارجية في مصر للأسف الشديد، يعني هي لحسن الحظ للأسف، يعني في نفس الوقت هي عنصر حاكم وقوي، والرئيس الجديد إن شاء الله بيكون فاهم ومقدر قيمة السياسة الخارجية. النهاردة مصر بتحيطها مشاكل ضخمة جدا، مشاكل داخلية ومشاكل خارجية، وبتلاقي السياسة الخارجية فيها عنصر مهم جدا. النهاردة لما تيجي تتكلم عن المية بيجي لك سد النهضة، تبقى افريقيا. بتتكلم عن الطاقة بتيجي المنطقة العربية، بتتكلم عن دور الخليج، المنطقة العربية واهميتها لمصر. النهاردة وقفت السعودية والامارات والبحرين والكويت ده شيء مهم. فانت عندك طبعا امريكا عنصر حاسم ومهم جدا، هنجيلها بالتفصيل، وكمان امريكا طبعا، وروسيا والصين ودول شرق اسيا. فانت بتعمل النهارده، اللي انا ملاحظه النهارده، ان في سياسه خارجيه الحقيقه. وانا احب احيي هنا بالمناسبه دي وزير الخارجيه نبيل فهمي، لانه قايم بدور مهم جدا. فقدرنا ان احنا نعمل ترشيد للسياسه الخارجيه، وبقى لها دور جيد ودور مهم. والمشكله الاقتصاديه، مصر النهارده بتواجه اكبر مشكله اقتصاديه في تاريخها في رايي، وهنا هيبقى السياسه الخارجيه لها دور مهم طبعا الى جانب. وده هنسمعه بعد اذن سعادتك، وانا اسف على المقاطعه، من سعاده السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزاره الخارجيه، وهو معنا على الهاتف. مساء الخير سعاده السفير. مساء النور على حضرتك وعلى اساتذتنا العظام اللي في ضيافه حضرتك. ربنا يخليك. سعاده السفير، واضح انه في يعني صياغه لسياسه خارجيه البعض بيقول انها قدمت الى المرشحين للرئاسه، والبعض بيقول لا، هي السياسه الخارجيه الراهنه وعناصرها والاسس لكي يبني عليها الرئيس القادم ايا من كان. ما هي الحقيقه؟ هل هناك ورقه قدمت الى المرشحين، ام انكم وضعتم امام المرشحين الوضع الراهن في ورقه؟ بالفعل في مذكره متكامله قدمها السيد وزير الخارجية في تقليد جديد لمندوبين من المرشحين الرئاسيين في توقيت واحد. المذكرة التي تم تقديمها للمرشحين بتؤكد على عدة نقاط أساسية. أولها طبيعة المحاور التي تتحرك بها السياسة الخارجية المصرية وأولويات السياسة الخارجية المصرية في الوقت الراهن بعد الثورة 30 يونيو، خاصة البعد العربي وإعادة مركزة الدور المصري في العالم العربي، العلاقات مع إفريقيا وأهمية العلاقات مع إفريقيا، ليس فقط من زاوية الجغرافيا والتاريخ، ولكن الاستناد على ما قدمته مصر من جهد كبير لدعم حركات التحرر في افريقيا، للانطلاق منه لبناء علاقات صحيه، علاقات صلبه مع افريقيا تقوم على لغه المصالح من خلال التواجد المادي على الارض، ويكون للقطاع الخاص دور اساسي. وفي هذا الاطار طبعا تم تشكيل وانشاء الوكاله المصريه للتنميه او للشراكه من اجل التنميه، اللي هيوجه جزء كبير جدا من انشطه القاره الافريقيه،
تم ايضا تناول العلاقات على العلاقات المصريه الدوليه خاصه مع القوى الكبرى واهميه تنويع البدائل والخيارات واضافه شركاء جدد وعدم استبدال طرف بطرف اخر. ايضا تم تناول العديد من القضايا التي تمس الامن القومي المصري وعلى راسها قضيه سد النهضه وتحركات وزارة الخارجية منذ 30 يونيو حتى الآن وطبيعة التحديات القادمة ورؤية مستقبلية للسياسة الخارجية المصرية. يمكن ده كان بإيجاز شديد ما تضمنته هذه الورقة من عناصر تؤكد على ما تم إنجازه وطبيعة التحديات القائمة والتحديات التي سنواجهها في الفترة المستقبلية وأيضا سبل التعامل مع هذه التحديات، أخذا في الاعتبار أن في عناصر تغير وعناصر استمرار في أي سياسة خارجية. يعني هناك طب إيه الثوابت سعادة السفير؟ هناك مجموعة من الثوابت بتفرضها الجغرافيا ويفرضها التاريخ. على سبيل المثال أحد هذه الثوابت هو أن مصر هويتها عربية ومن ثم نقطة الانطلاق أو مركز التفاعل للسياسة الخارجية المصرية هي الدائرة العربية. حقيقة أن 95% من مياه النيل تأتي من أفريقيا وهذه مسألة ثابتة، ومن ثم أفريقيا تأتي أيضا على رأس أولويات التحرك المصري الخارجي. أو لا الثوابت تتعلق بالدور التنموي للسياسة الخارجية، إذا كان زي ما ذكر أستاذنا مع سيادة السفير عبد الرؤوف الريدي إحنا بنواجه بالفعل تحديات اقتصادية ضخمة جدا، فبالتالي السياسة الخارجية المصرية عليها مسؤولية كبيرة في هذا المجال لجذب الاستثمارات للترويج السياحي لفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية للمنتجات المصرية. فيعني هناك ثوابت لا فكاك منها ولا يستطيع أي مسؤول يتولى مسؤولية الحكم في مصر أن يغير فيها كثيرا، ولكن هناك أيضا متغيرات كثيرة تتعامل مع الأمر الواقع. أحد هذه المتغيرات بطبيعة الحال وده اللي يمكن لمسناه بعد 30 يونيو مسألة على سبيل المثال إعادة توازن السياسة الخارجية المصرية، بدلا من الاعتماد المفرط والمبالغ فيه على قوة عظمى بعينها حتى رأينا وضع مختل يرى فيه هذا الطرف أنه له الحق طالما يقدم لنا من المساعدات العسكرية أو الاقتصادية أن له الحق أن يقول لنا افعل هذا أو لا تفعل ذلك. فدي مسألة أيضا غير صحية، وأيضا إحنا أخطأنا أيضا في العقود الأخيرة حينما تصورنا أن مسألة المساعدات هذه ستستمر إلى ما لا نهاية ولا يكون لها ثمن يتم دفعه، ومن ثم كان لازم بعد ثورتين شعبيتين وبعد 30 يونيو التأكيد على استقلالية القرار المصري من خلال الانفتاح على قوى عالمية جديدة. لذلك كان وزير الخارجية حريص في أول جولة له أن يزور موسكو في سبتمبر، وبعد ذلك في ديسمبر قام بجولة إلى شملة الهند ثم الصين ثم كوريا الجنوبية فاليابان. فده بيعكس متغيرات جديدة في السياسة الخارجية المصرية، متغير يركز على إعادة التوازن تأكيد استقلالية القرار المصري. أحد المتغيرات الأخرى أيضا هو التركيز على القوى الاقتصادية الصاعدة في العالم، ودي مسألة مهمة جدا خاصة فيما يتعلق بأنه لا يمكن حل المشاكل الاقتصادية بمعزل عن جذب استثمارات أجنبية. دي مسألة أنت مطالب أنك تعمل تخلق ده غير الشراكة الأوروبية المتوسطية الأوروبية المتوسطية غير أشياء أخرى كثيرة. سعادة السفير أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، وبنتمنى أنه نسمع من حضرتك مرة تانية بإذن الله في إطار موعد مع الرئيس. وبرجع للسادة الضيوف وعايز أسأل يعني أول جزء كده، الناس بتقول إحنا يعني الدور المصري تراجع شديد، إحنا كنا ملء السمع والبصر وكنا بنأدي في أفريقيا وكنا بنقدر نتحرك في ثورة الجزائر وبنناصر الثوار على فرنسا وكان عندنا مكاتب النصر للاستيراد والتصدير في عمق النيل وفي عمق أفريقيا وغيره. الدور العربي حتى اتفاقية نيفاشا بتاعت السودان احنا ما كناش طرف في التفاوض فيها، اتلعبت بعيد عننا.
التصالح مع ما بين اطراف في دارفور وما يجري، رغم ان السودان هو العمق الاستراتيجي لمصر بدون جدال، وبيسموه الفناء الخلفي، وهي دولة شقيقة طبعا لها كل الاجلال والاحترام بغض النظر عن من يحكم في اي وقت، لان الروابط التاريخية. فده كله الناس بترجمه لانه احنا رجعنا لورا. اسمع من سعادة السفير رؤوف سعد، يعني الدور ده يعني ايه؟ يعني ايه رجع الدور لورا، وازاي نقدر نرده تاني؟ اولا انا بشكر قناة النهار على تناول هذا الموضوع، لانه موضوع السياسة الخارجية ما زال بالنسبة للكثيرين انه وكأن وزارة الخارجية والسياسة الخارجية كيان مؤسسي منفصل مستقل عن العالم، لا علاقة له بالداخل، وانما هو مرتبط بالخارج فقط، وهذا امر نريد ان احنا نتحدث فيه ان كان في وقت. مسألة التراجع، بقت التراجع ومقابل الريادة والقيادة وخلافه، انا بتصور انه طبعا في متغيرات بتحدث في السياسه الخارجيه وفقا لما للتطورات التي تحدث في داخل مصر بذاته، وبالتالي يعني وده يمكن احد النقاط انه هناك ارتباط متبادل بين السياسه الخارجيه والسياسه الداخليه. لكن انا شايف انه في حاله من المبالغه في مساله التراجع. هو واقع الامر في تقديري انه في تغيير نسبي في الأدوار، بمعنى أنه عندما كانت مصر بتتمتع بتلك ما يسمى بالريادة أو القيادة، كان الوضع العربي كله كانت دول إما أنها دول لم تظهر بعد على الخريطة، أو أنها دول تمر بمرحلة خروج من الاستعمار وخلافه، وبالتالي فإنه مصر كانت في حكم الراعي الإخوة الصغار. الآن الإخوة الصغار كبروا، الامور تغيرت، لكن وحقيقة الامر ان احنا ما فيش شك انه نتيجة التغيرات الداخلية حصل نوع من تراجع في بعض الادوار نتيجة تغيير الاولويات. لكن الحقيقة النهاردة اللي احنا انا بتصور التحدي المهم، خصوصا اتصالا بما بعد 25 يناير و 30 يونيو، نحن نستطيع ان نتحدث عن النموذج، نستطيع أن نتحدث عن النموذج. مصر تستطيع أن تحقق نموذج، وهو هذا النموذج يمكن أن يفرض ذاته. نموذج في ماذا؟ نموذج في التحول الديمقراطي، نموذج في التنمية، نموذج في حقوق الإنسان، نموذج في سيادة القانون، نموذج في مفهوم متكامل للديمقراطية، ليس فقط في إطار التصويت والانتخابات وخلافه، إنما الديمقراطية بعناصرها الرئيسية وأولها سيادة القانون، الحكم الرشيد، الشفافية، الحرية الحقيقية. فأظن أن هذا هو التحدي المهم أمام مصر، وده بيخليني دون إطالة أنه حضرتك سألت سؤال مهم قوي، إيه التغيير اللي حصل في السياسة الخارجية بعد 25 يناير، عشان أربطه باللي أنا بقول. أنا بتصور أنه المتغير الأساسي الذي حدث في السياسة الخارجية بعد 25 يناير و 30 يونيو أن المعادلة السياسية كلها تغيرت، بمعنى أن المعادلة السياسية ما قبل 25 يناير كانت تقتصر على أنك تتحدث عن نظام حكم ومؤسسة عسكرية. ومصر بالنسبة للأطراف الخارجية تنتهي عند هذا الحد. الأمر النهاردة اختلف تماما. النهاردة المعادلة العنصر الحاكم فيها هو الشعب، هو النهاردة بقى هو العنصر الفاعل في تحريك هذه المعادلة وفيما يفرز عنها من قرارات هو الشعب. صحيح أنك قد هناك بعض الآثار الجانبية دخول الشعب في هذه المعادلة نتيجة غياب الديمقراطية، وأن الديمقراطية مسألة مران وتمرين وممارسة، إلا أنه ده متغير أساسي، وده بيحقق اللي أنا كنت أشرت ليه، الربط بين السياسة الخارجية والسياسة الداخلية. السياسة الخارجية لا تستطيع أبدا أن تعمل بمعزل عن الوضع الداخلي، بمعنى أنها لابد أنها حتى تدافع عن المصالح الوطنية لابد أن تكون جزء من صناعة هذه المصالح الوطنية. بالإضافة إلى أن النهاردة في حالة العولمة التي نعيش فيها، لا تنسى حضرتك أنه في قيم أو المعايير الدولية الجديدة أصبحت جزء من القرار الداخلي، بمعنى أنت عندما تتحدث عن حقوق الإنسان
هذا اصبح ليس فقط معيار دولي او قيمه دوليه، بل اصبحت جزء من صناعه القرار الوطني. عندما تتكلم عن التنميه، عندما تتكلم عن المستجدات التي تستدعي المتابعه، مثلا مسؤوليه الحمايه، استجد فكرة بيتم ترسيخها لكي تصبح جزء من القانون الدولي، الحماية الدولية، ودي كانت الأساس الذي استند عليه قرار الأمم المتحدة بالتدخل في ليبيا. إذن فنحن الآن في أفضل فرصة تاريخية لإعادة صنع أسس ومفاهيم السياسة الخارجية، وده اللي هيفرض الريادة دون استعلاء من خلال النموذج الذي تطرحه مصر، والذي يستطيع أن يحقق ليس فقط أنك ترشد وتنصح، ولكن يحقق مصالح كل الأطراف ومن بينها مصر. شكرا جزيلا سعادة السفير. قبل ما وصل الحوار زمايلي اجتهدوا وحاولوا يضعوا وضع السياسة الخارجية. سمعنا من سعادة السفير بدر عبد العاطي القصة، ولكن زمايلنا حاولوا من منظور صحفي انهم يبصوا للسياسه الخارجيه المصريه شكلها ايه. هنشوف التقرير ده ونعلق عليه فورا. اتفضل. سيصحو الرئيس الجديد بعدما يقضي ليلته الاولى في هذا القصر، وقد احاطت به تلال الازمات الداخليه من امن وفقر وبطاله وطاقه وصحه وتعليم وعلاقات خارجيه. ربما لن يحصل رئيسنا القادم الذي لا يتوقع كثيرون أن يحتاج لجولة إعادة لحسم السباق لقصر الاتحادية. ربما لن يحصل على الكثير من الوقت ليبدأ رسم خريطة لشكل التواصل بين مصر والعالم لأربع سنوات مقبلة وربما أكثر. مصر والسعودية ركيزتا العمل العربي المشترك والتنسيق دائم ومستمر. هناك طفرة كبيرة، طفرة غير مسبوقة في تواجد مصر في قارتها الإفريقية بعد غياب، بعد تجاهل، بعد أخطاء. الآن مصر تعود بكل قوة. تستطيع من واقع التحرك الحالي للخارجية المصرية في أطراف العالم الأربعة أن تشكل تصورا لما سيرثه رئيسنا المقبل بعد انتخابات مايو. في الجوار مشهد متشابك للغرب، ليبيا المنهارة أركانها، وفيها من لا يريد لمصر خيرا ولا تطورا. وللجنوب تجد السودان مضطربا في حكمه، تهدده مخاطر الانفصال في الشرق والشمال بعدما انفك رباط جنوبه، وتحاصره كما مصر تهديدات بسنوات من العطش تقودها إثيوبيا بسدها الذي لا يعرف أحد إلى أين يسير به وإلى أين سينتهي تأثيره السيء على مصر والسودان. للخليج تعود مصر بعد أزمات عام مرسي، وستحتفظ كتب التاريخ المصرية بمواقف مؤيدة من دول كالسعودية والإمارات والكويت والأردن، دول دعمت ما جرى في 30 يونيو وفي 3 يوليو، دول احتضنت عودة مصر في وجه الضغوط الأوروبية والأمريكية. لكن العالم ليس عربا فقط على أهميته، ولم يتحدث مسؤول مصري بسوء عن الأمريكيين أو الأوروبيين رغم كل هذه الغيوم في سماء العلاقات. طيب، ده كان التقرير وركز في مجمله بالتحديد على المسألة العربية والمحيط العربي، وأسأل عنها الدكتور محمود أبو العنين. يعني الحقيقة في المحيط الأفريقي والمحيط العربي، طبعا احنا بنتذكر على طول الدور المصري الاقليمي الفاعل بعد ثورة 52 يوليو 52، وشفنا ازاي قدرت مصر تلعب الدور الاول الاقليمي الاول في العالم العربي وفي افريقيا في وقت واحد وبنجاح وبامتياز. لعب الدور لم تلعبه دولة عظمى في هذا الوقت. لكن لازم برضو نتذكر ان ثورة يوليو لما جه الرئيس او القيادات الجديدة بدأت فترة في البحث عن سياسة، يعني ما كانش قدامهم خطة واضحة في العلاقات مع العالم الخارجي، لكن قعدوا سنتين او 3 سنين تقريبا فيما يتعلق بالبحث عن سياسة، وتوصلوا الى فكرة الدوائر في السياسة الخارجية المصرية. وبطبيعة الحال
يعني وده جه في كتاب فلسفة الثورة، ثم جه في الميثاق وتأكد من الخطابات السياسية للرئيس وللقيادات في الوقت ده، الدائرة العربية هي الدائرة الأولى، والدائرة الإفريقية هي الدائرة الثانية، والدائرة الإسلامية هي الدائرة الثالثة، ثم بقية الدوائر، العالم الحياز ثم العالم إلى آخره. اللي فعل الدور المصري في الخمسينات والستينات وما بعدها إمكانات طبعا لا ننكرها ولا ينكرها أحد، هي طبيعة القيادة المصرية في الوقت ده، قيادة مصرية شابة وفعالة وقادرة، والعلاقة القوية بين الشعب والجماهير والقيادة. ثم ما ننساش ان الدور محتاج الى تمويل وقوة مالية، والقوة المالية توفرت من القطاع العام، القطاع العام للدولة قدر يمول الدور المصري، بالاضافة الى التأميمات اللي حصلت في الفترة دي، ثم مساعدات بعض الاجانب او بعض القوى الاجنبية، المساعدات البسيطة يعني في هذه الفترة. ده مكن مصر انها تلعب الدور اللي هو حررت فيه القارة الافريقية بالكامل تقريبا، وحررت فيه العالم العربي. هذا هو الرصيد اللي احنا بنتحرك عليه دلوقتي. لما تيجي سيادتك بتتكلم دلوقتي عن الرئيس الجديد، وهل ايه اللي هو هيواجهه في السياسة الخارجية وخصوصا على مستوى افريقيا والعالم العربي؟ بطبيعة الحال اي رئيس او اي صانع قرار هيجي لابد هيتأثر بعوامل، اولا الوضع الداخلي اللي السادة السفراء اتكلموا عنها دلوقتي حالا، لانه ما فيش سياسة خارجية بدون وضع داخلي. اذا ما كانش عندك وضع داخلي مستقر ما تقدرش تقول ان في سياسة خارجية، ده شيء بديهي. اذا استقرت الاوضاع الداخلية بسرعة هيتمكن الرئيس انه يقدر يلعب دور خارجي محترم، اولا ياخد في اعتباره الرأي العام الداخلي عنده، لان الشعب هو دلوقتي هو الفاعل الاكبر، الشعب المصري بعد 25 يناير و30 يونيو الشعب. كمان لازم ياخد عنده الامكانات المتاحة للدولة المصرية ومصالحها ويحط لها اولويات. هذا هو الأساس الرئيسي فيما يتعلق بسياستنا الخارجية. طبعا مصر في الثلاث سنين اللي فاتوا ومن قبلها زي ما ذكرنا قبل كده، على الأقل العشرين سنة اللي فاتوا تراجع الدور المصري، وتراجع بشكل كبير جدا، لدرجة انه يعني من التسعينيات واحنا طالعين لغاية يمكن نقدر نقول لغاية اليوم، الدولة المصرية رغم انها حتى مثلا افريقيا بتتكلم رسميا، المسؤولين الرسميين بيتكلموا عن ان مصر بتلتزم تجاه افريقيا ودورها الرئيسي كذا، لكن من الناحية الفعلية الدائرة الافريقية تراجعت في اخر سلم اولويات السياسة الخارجية المصرية منذ التسعينيات، وتراجعت لسبب مهم، الدائرة الإفريقية تراجعت لحساب أقاليم أخرى بدأت تظهر في الصورة من التسعينيات. وضع الدولي تغير، في نظام جديد، فيه الرئيس بيتكلم بصراحة شديدة جدا في الوقت ده عن إن بقى أصبح في حيطة واحدة في العالم، اللي عايز يعني يتسند عليها اللي جدع بقى يشوف له حيطة تانية. الكلام ده كان صريح وواضح، يقصد الولايات المتحدة والنظام الجديد. انفتحت الدائرة الإقليمية للشرق الأوسط بعد مؤتمر مدريد، الشرق الأوسط الموسع اللي بتدعمه أمريكا وإسرائيل طبعا، وبدأت مصر تنخرط في الموضوع. أيضا الدائرة الإقليمية للبحر المتوسط وعملية برشلونة والاتحاد من أجل المتوسط. مصر بحكم موقعها سيادتك هي نقطة تقاطع عدد من الأقاليم، يعني هي واضحة طبعا، دي واضحة. لكن احنا دلوقتي في هذا الاطار الجملة اللي نقدر نختم بيها قبل الفصل نقول انه هذا ما يجب ان يكون في جملة واحدة الان، ماذا يجب ان يكون في جملة واحدة؟ الرئيس القادم ومخطط السياسة الخارجية المصرية القادمين عليهم مسألة اساسية، وهو ان العالم العربي وافريقيا هما الاطر الاقليمية الرئيسية للتحرك المصري في الفترة القادمة.
دي الثوابت اللي اتكلم عنها سعادة السفير بدر عبد العاطي، واضح انها هتكون موجوده. هناخد 3 دقايق استراحه ونرجع تاني نواصل. عايزين نسال عن علاقتنا بالاتحاد الاوروبي والشراكه الاوروبيه المتوسطيه، واحنا جزء منها، وسعاده السفير جمال بيومي كان احد مهندسي هذه الشراكه. عايزين نسال عن علاقتنا بالولايات المتحده الامريكيه، عايزين نسال عن التوجه مره اخرى لروسيا الاتحاديه بعد الانقطاع الطويل من سنه 71 من عهد الرئيس الاسبق انور السادات. عايزين نتكلم عن دول بعينها، المخاطر اللي بتحف بينا، تكتلات المتطرفين غربا في ليبيا، الوضع في السودان وتأثيره علينا، القوى الإقليمية زي تركيا وإيران، وضع ما يسميها البعض بدولة مارقة وهي رغم أنها دولة عربية شقيقة بنحترم شعبها وهي قطر، ودورها في المنطقة، ولماذا ينفذ هذا؟ تعالوا نروح لفاصل ونرجع تاني.